الحياة العائلية لا تقوم بالمال فقط، يحتاج إلى عاطفة. الرجل يجب أن يعطف على زوجته، المرأة يجب أن تعطف على زوجها. ربما واحد فقير ولكن حياته العائلية سعيدة، لأن حياة ملؤها العاط والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة مو جدار، واحد يتعامل مع الجدار تعامل آلي مادي. المرأة مو سيارة، واحد يتعامل مع هذه السيارة تعامل مادي آلي. المرأة إنسان، المرأة لها عواطف، المرأة لها مشاعر. الرجل كذلك أيضا، الرجل مو آلة، الرجل مو أداة، الرجل أيضا له مشاعر. عندما واحد يدخل في البيت ويجد أن المرأة طبخت طعاما يشكر. الشكر مو لازم يكون شكر مباشر، يعني واحد يقول شكرا، هذا النوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع إظهار المحبة والمودة. لا، يقول الطعام جدا كان طيب. إذا كان طيب، واحد لا يكذب طبعا، يراعي الضوابط الشرعية، طعام جدا كان طيب. الرجل عندما يدخل البيت، المرأة تستقبله عند الباب، تخفف عنه إرهاق الحياة وعناء الحياة. أما أنه المرأة قاعدة في غرفتها والرجل قاعد في غرفته، ولا شأن لأحدهما بالآخر، وكل واحد في عالم كل في فلك، هذا لا يقيم الحياة العائلية، هذا لا يقيم الحياة